Today's recipe is cabbage rolls. Rest Habib's recipe. Let's go. للرز اكيد فيكم يا تستعملوا الرز المصري او الرز بسمتي الحبه الطويله. It's up to your choice. يعني بالنهايه رايس از رايس, سو فيكم يا تستعملوا هذا. رح اقول لكم اذا جربتوا الكابج رولز باللونج رايس رح تحبوه اكثر, سو انا رح اعمله بالرز الطويل. اول شيء رح نعمل انه حننقع الرز ونغسله. غسل الرز 4-5 مرات تحس المي صارت نظيفة وصارت حبة الرز تبين بقلبها. بعد ما غسلها وخلص هلأ بنقعها تقريبا شي نص ساعة بالمي. هلأ بنجي للخضرة. بصلة, ثوم, شوية بقدونس وحبق, هادي بيعطوا طعمة طيبة خفيفة فيكن تستغنوا عنها. سكينة, وهيدي الخضريات بعد ما قطعت. جيب الجاد تبعي وححطهم فيه وبلش ضيف باقي المكونات. فوقهم حضيف الرز بعد ما صفيته. ناو بدي ضيف اللحم. اللحم اللي بدنا نستخدمها للملفوف فيكم تخلطوا لحم, شوية لحم بقر مع شوية لحم خروف, وفيكم تحطوا من هاي لحال فيكم تحطوا من هاي لحال. اللحمة تكون شوي مدهنة وخلوا الفرمة ما تكون كتير ناعمة, يعني قولوا له للحم بدي اياها فرمة وسط. ونحط اللحم. هنا التتبيل والبهارات, زيت وخل, كمون, بابريكا, فلفل اسود, جوزة الطيب, مردكوش وقرفة. هيدي فيكم تحطوا اي نوع بهارات بدكم اياه واي نوع بهارات بتحبوه, بس هيدي الخلطة كتير طيبة مع الملفوف. وراح اضيف لهم كمان دبس البندورة والزعفران, زيت, نقطة خل, خلطة البهارات, ملعقة دبس البندورة, ملح, هنضيف بعد شوية زعفران. نو رح نخلط. خلطوا بإيدكم أسهل عليكم وأمتع على فكرة. هيدي الخلطة صارت جاهزة. هلأ شو حنعمل؟ حنزتها ونجيب الملفوفة وسكيني لحتى نقبع قلب الملفوفة عشان نسلقها. حنشيل هذا القلب اللي بالنص, هذا اللي بدنا نشيله من النص. هلأ بيصيروا ينفكوا معنا الورق بكل سهولة نحن وعم نسلقها. بناخد الملفوفة, طنجرتي هون على النار فيها مي مغلية, بنزل فيها الملفوفة وبخليها تغلي وتستوي. هيك بعد ما بلشت المي تغلي وانسلق من تحت حبلش فكهم وحدي وحدي شوي شوي, بس تحرقوش ايديكم. وبصير بعد ما ينسلقوا بسحبهم وبحطهم بصينية. وبنجي لأحلى بارت اللي هي اللف. حنشيل هذه البارت من الملفوفة مش طيبة باللف ونقصها شقفتين ونلفها. حبة الملفوف بتلفوها حسب ذوقكم, بدكم اياها كبيرة كبروها, بدكم اياها صغيرة صغروها, يعني كل واحد بيعملها شكل وحسب الذوق. بالاخر كل واحد بيطبخ حسب ذوقه. بس تعالوا افرجيكم كيف بفردها. قص هيدا البارت, نرجع نعملها تو بارتس, حط حشوة بهذه الطريقة لحلفهم. بعد ما خلصنا لف هلأ وقت نطبخهم. أنا رح أطبخهم بالصينية. شوفوا يا جماعة فيكم تطبخون بالغاز وفيكم تطبخون بالصينية بالفرن مثل ما أنا رح أعمل. هذا الموضوع كمان بيرجع لكم, بس هي زيتها بالآخر. الفرن عم يعطينا حرارة لحتى ينطبخوا بقلب الصوص, والغاز عم يعطينا حرارة لينطبخوا بقلب الصوص. بس انه الفرن هيك فينا نحمر لهم وجههم شوي بالاخر, بيعطي طعمة ألذ.
اذا بتحبوا يعني. كمان رح احط على الوج بطاطا وبندوره وتوم قطعتهم وراح نصفهم بالصينيه. يلا تعرف اجيبهم كيف رح نصفهم ونرجع نعمل الصوص. هحط اول شيء شويه زيت بكعب الصينيه، فوقهم حصف الملفوف، حصف البطاطا على الطرف، عليهم توم، وعلى الوجه رح اصف فوقهم توميتوز بندوره. وهذه صينيتنا. Let's now نعمل الصوص. للصوص بحط مي، اويل، زيت، صويا صوص، شوي صغير توميتو بيست، دبس البندورة، ملح، بابريكا، فلفل أسود، وحنحط رشة زعفران كمان بالصوص. ميكس ميكس ميكس. فاينلي رح ارشلن اون توب شوية اوريجانوس. And we're done. Smell is amazing. عن جد الريحة بتعقد. يلا let's go. جحت. يلا هنحطه بالفرن ونرجع. سو هنخليها تقريبا شي ساعة. 1 hour. Then بدي اخبركم تخبركم عن الريحة. الله كون شغلي يا جماعة، الفرن بيعطيها هيك مثل طعم التدخين للكابج رولز، بتحسوه مثل مدخن شوي، وقد ما بيتبخر المي بقلب الفرن وبيفوت طعمة البخار مع الكابج رولز بتعطي طعم كتير طيبة. أنا كل شوي بزيد له مي بالفرن، يعني كل شوي بزيد له كاسة مي، تقريبا أخذت معي زيادة كاستين مي فوق اللي أنا حطيته، بس أنا حأكتب لكم المقادير مزبوطة بصندوق الوصف. الصوص بالآخر بيطلع هيك سميك شوي، يعني طعمه كتير كتير عن جد كتير طيب. You have to try this recipe. Wallah, you have to try it. Amazing. Have a nice day. Bye.